الله العظيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله نورا وهدى ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار المحجبين. الأخوة، قيادة، ضباط وأفراد وصف القوات البحرية والدفاع الساحلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني في مستهل هذا اللقاء المبارك أن أقول لكم تحيات وتبريكات قائد الثورة اليمنية المباركة السيد القائد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، والقيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الغرب مهدي محمد حسين المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للقيادة العامة للقوات المسلحة. ونحن في هذا السياق نبارك لكم نجاح التجارب الأخيرة في الصواريخ البحرية والزوارق والإنجازات الكبيرة التي حققتموها خلال الأعوام الماضية، وخاصة أثناء الهدنة في جوانب التدريب والتأهيل والإعداد القتالي والمعنوي، وتخريج أعداد كبيرة من الدورات القتالية التخصصية من أبطال القوات البحرية، وفي زمن قياسي بكفاءة عالية واقتدار قتالي و بأقل التكاليف وبالإمكانيات المتاحة، منطلقين من الشعار الذي أطلقه رئيس الشهداء الرئيس الشهيد صالح الصماد، يد تحمي ويد تبني، فيد تدرب وتخطط وتبتكر وتصنع، ويد تدافع عن عزة وكرامة الشعب اليمني وحريته واستقلاله وسيادته وتاريخه العظيم. الحاضرون جميعا، إننا في هذه المرحلة نعيش أحداثاً وظروفاً استثنائية وتطورات عديدة بدأت تشهدها منطقتنا، وهي تطورات سياسية واجتماعية ومتغيرات فرضتها المرحلة، ويستوجب منا أن نكون مواكبين لها وأن يكون لنا حضوراً مؤثراً، لأننا من نصنع الفارق بين الأحداث، بل نحن من يسهم بقدر كبير في صناعة الأحداث التي تخدم اليمن وتخدم الشعب اليمني. فالاتجاه نحو سلام عادل وندي ومشرف، سلام الشجعان، كان لنا نحن اليمنيين الشرفاء الوطنيين من كتب ملاحمها الاولى. وبكل ثقة نؤكد هنا ان القرار اليمني الوطني المستقل والسيادي الذي هو على درجات الكرامة الوطنية، وهو الطريق الذي يفضي بنا نحو مساقات عليا من الحضور السياسي محليا واقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق فان موجبات بناء يمن وتعزيز ثوابت وترسيخ قيم جديده، قيم الكرامه والعزه، وقيم يمن معافى متحرر من كل المحيطات التي كانت تحيط به من فترات سابقه، وولت الى غير رجعه ان شاء الله تعالى. فاليوم يمن الغالي صاحب القرار الوطني السيادي في ظل القيادة الحكيمة هو من يتحدث، وعلى الجميع أن يحسن الاستماع إليه. كما نريد أن نؤكد هنا إن الجميع مطالب أكثر من أي وقت مضى بذل المزيد من الجهود العملية والميدانية، سواء في مجال التأهيل والتدريب أو في جوانب التطوير والتحديث للقوات البحرية، وما جعلنا دوماً عند المستوى الرفيق في الجهوزية واليقظة والاستعداد للدفاع عن سيادة واستقلال اليمن والحفاظ على وحدته وعزة وكرامة أبنائه. ونحن مؤمنين إيمانا قطعيا بأنه لم يتأتى ذلك إلا من خلال اكتساب المهارات القتالية والتكتيكية العسكرية في ميادين الإعداد ومراكز التأهيل، لأن المقاتل المدرب والمؤهل هو سند حقيقي في أي معركة وفي أي مواجهة. لذلك علينا جميعا ان نكثف جهودنا وان نعمل بجد وايمان وحرص واصرار على الامتلاك الواعي لمكامن القوه وادراك القدرات ما يوفر فرص التفوق والنجاح والثبات التي يكون مقدورها تحريك المواجهه العسكريه بفاعليه اشد وتاثير اكبر، وان توجهون ضرباتكم المزلزله ضد اعداء الله واعداء الوطن والشعب. وكل هذا يجعلنا باذن الله سبحانه وتعالى في موقع القوه الذي يمكننا من اداء وانجاز مهامنا وواجباتنا بنجاح كبير ونتائج ايجابيه مشرفه
في مختلف مسارات معركة التحرر والاستقلال الشامل. ومن هذا المنظور العسكري الاستراتيجي، فإن تعزيز وترسيخ جوانب البناء التوعوي للقوات المسلحة وفي مقدمتها القوات البحرية والدفاع الساحلية من أولوياتنا واهتمامنا في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التفوق ضد قوى الشر والعدوان التي رأيناها تترنح وتتهرى من صمود الاستبسال وشجاعة أقدام أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات المواجهة. الأخوة الحاضرون جميعا، من الأهمية هنا أن نظل نؤكد أن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب مجرى ملاحي يخدم العالم أجمع وخدمة التجارة الدولية الإقليمية وتأمينه يحظى باهتمام عالمي كبير، ونحن ندرك تمام الإدراك هذه الأهمية وملتزمون بتأمينه وحرية الإبحار والملاحة فيه، وملتزمون بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم الملاحة ولن نحيد عنها أي أنملة، بما يرضي الله ورسوله ولما في مصلحة الشعب اليمني العظيم، مع علمنا بأن ذلك يتنافى مع توجهات دول تحالف العدوان والتطبيع ومن يقف وراءهم. وكلنا نسمع بأن دول العدوان ومن يقف معهم وخاصة الكيان الصهيوني المؤقت الزائل يبثون الدعايات المضللة ويروجون الأكاذيب ويتعمدون نشر الشائعات المغرضة والأخبار المفبركة لأن تواجدهم في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب والجزر اليمنية هو تأمينها من الإرهاب والقرصنة البحرية. لكن سرعان ما تكشفت تلك الأوراق الزائفة واتضحت معالم السيناريوهات التآمرية وما يقومون به من أعمال عدائية واحتلالية وفرض سيطرة بحرية عدوانية على موانئنا وجزرنا ومياهنا الإقليمية هو الإرهاب نفسه. ولذلك فإن دول العدوان ومن وراءهم في الحقيقة هم أساس المشكلة، وهم من يصنعون الإرهاب ويحتضنون ويمولون العناصر الإرهابية ومجامع القرصنة البحرية، بل هم أنفسهم من يقومون بالإرهاب. ولذلك لا يصح ولا يجوز ولا يحق شرعا ولا عرفا ولا قانونا بأن يكونوا كما قال المثل حاميها حراميها. ونقول لهم لقد آن الأوان ليعلم الجميع الحقائق كما هي لا كما يريدون تصويرها لتضليل العالم. فنحن كقوات مسلحة يمنية وقوات بحرية نؤكد بأننا نمتلك القدرة الكاملة لتأمين وحماية واستقرار مسارات الملاحية الدولية على كل امتداد مياهنا الإقليمية السيادية. فالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والنطاق الحيوي والاستراتيجي البحر العربي والمحيط الهندي هي النطاق الجيوبوليتيكي للقوات المسلحة اليمنية وللسياسة الدفاعية باليمن. وأنكم مهما حاولتم تزييف الحقائق وتعارفتم مع كل قوى الشر وجاءت كل أساطير العالم، فلن يستقر لكم الأمر على الإطلاق ما بقيت الدماء تجري في شرايين أحرار الشعب اليمني وفي مقدمتهم رجال من أبطال القوات المسلحة اليمنية الذين يمتلكون من وسائل وأساليب الإقناع ما يجعل المعتدين يدركون نتائج طيشهم وحساباتهم المغلوطة، وأن كلفة تواجدهم غير المشروع في مياهنا وبحارنا ستكون كلفة باهظة، والحليم من يتعظ من الدروس والعبار. كما أننا نؤكد بشدة من أن أي اتفاق يوقع مع أي دولة أو نظام بشأن أي تسهيلات عسكرية أو أمنية أو اتفاق أو ترتيبات تمس السيادة الوطنية تعتبر اتفاقا مشبوها وقع في ظل أوضاع سياسية مختطفة ونحن غير معنيين به ونعتبره اتفاقا مرفوضا، بل أنها لا تساوي حتى قيمة الحبر الذي كتبت به. الأخوة الحاضرون، مثل ما تكلم في تصاريح سابقة وتكلم أحرار اليمن وفي مقدمة السيد القائد المجاهد الحر عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه بأننا سنقابل التحدي بالتحدي والتصعيد بالتصعيد والقصف بالقصف والاحتلال بالمقاومة والمناورات بالتطبيق العملي والسلام بالسلام. ومن موقع المسؤولية نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج أن القضية اليوم أصبحت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ولن يستطيع أعداء اليمن بعد اليوم الاستمرار في الكذب وتضليل الناس عن الحقائق. فنحن نعيش اليوم في زمن كشف الحقائق، وشعبنا اليمني أصبح يدرك ذلك بأن العدوان له أهداف ومرامي تستهدف اليمن كله دون استثناء. ولذلك عمل شعبنا على تمكين تلاحمه الوطني في الدفاع عن الأرض والعرض من خلال دعم وتعزيز جبهات المواجهة ورفض هذا الرجال والمال والسلاح، منتصرا لإرادته في الحرية والكرامة والاستقلال
باعتبار هذا الخيار الوطني استراتيجي لا رجعة عنهم مهما كانت التضحية. وها هو شعبنا الصامد العظيم وفي طليعته الطاري الميامين منتصف القوات المسلحة يثبت للعالم أجمع ولأنه شعب حضاري عريب لا يقبل الضيم ولا ينحني إلا لله سبحانه وتعالى. شعب لا يعرف المستحيل في سبيل سيادته وعزته وشموخه بين الشعوب والأمم مهما كانت التضحيات ومهما بالغ العدوان في جبروته وطغيانه والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى حليف شعبنا في نهاية المطاف. الأخوة الحاضرون جميعا، قبل الختام لا ننسى أن نسير في هذا المقام إلى تلك المواقف العظيمة، مواقف المقاومة في أرض الرباط والديانة المقدسة فلسطين المحتلة. نبارك كل عملية شجاعة تقوض مضاجع الكيان الصهيوني المؤقت الذين تجاوزت ممارستهم الإجرامية كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وما رافق ذلك من استنهاض للهمم على مستوى الداخل الفلسطيني وما وصلت إليه المقاومة من قوة واقتدار في سياق مترابط ووثيق مع محور المقاومة الذي نعد جزءا لا يتجزأ منه في مواجهة القوى الصهيو الأمريكية وأذنابها في المنطقة. نعم أيها الأخوة، كل طلقة رصاصة وكل عملية فدائية نضالية ينفذها الشباب الأحرار في فلسطين هي وسام يزين صدورنا نحن في اليمن قبل أي شعب، وستظل قلوبنا مع إخوتنا مساندين وداعمين أمام الهجمة الصهيونية الظالمة التي تستهدف بكل حصة الأرض والإنسان التاريخ والهوية الإسلامية في أرضنا السليمة فلسطين التي تخاذلت أنظمة العمالة والإرهاب الصهيوني عن نصرتها وعن الدفاع عنها. فصبرا يا فلسطين، طريقنا إليك لن نحيد عنه ولسوف يدرك الكيان الصهيوني العنصري معنى الموقف اليمني الجاد والصادق في القريب العاجل. كما أن على أولئك المطبعين أن يدركوا بأن إداراتهم الكفاح ونضال إنصارة الشعب الفلسطيني ودفاعه عن نفسه وأرضه ومقدسات الأمة سترتد عليهم وبالا وخزيا وعارا أمام أجيال الأمة وتاريخ المعاصر الذين لم ولن يرحمهم. وعليهم أن يستوعبوا تماما بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وقد آن الأوان لاستئصال الورم السرطاني الخبيث من جسد الأمة العربية والإسلامية، وأنه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بقوة وشموخ محور المقاومة ستنتصر الأمة في تحرير فلسطين وعاصمة القدس الشريف، وأن مساحة الفتح المبين قد أوشكت إن شاء الله تعالى. ختاما، إنها لمنافسة عظيمة أن نشارككم اليوم بمواقع العزة والكرامة والإيلاء والشموخ، ونؤكد السير بدون صوت تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المعززة في مسارات بناء وتطوير وتعديل قواتنا المسلحة دفاعيا وهجوميا، وخاصة القوات البحرية والدفاع الساحلي، وبما يجعل من الجمهورية اليمنية دولة قوية ومهابة على مستوى المنطقة والعالم. متمنين للجميع التوفيق والنجاح في أعمالهم ومهامهم. دمتم ودام الوطن بكم عزيزا مهابا، ومن نصر إلى نصر. الخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء لجرحانا الكرماء، الحرية والخلاص لأسرانا، النصر كل نصر اليمن، ولا نعمة عن جبناء والخونة والعملاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.